الغاز الطبيعي سلاح اقتصادي يتوقع أن تستخدمه روسيا في صراعها مع أوكرانيا وفي مواجهة الضغوط الأوروبية والأمريكية. مجموعة غاز بروم الروسية، أكبر شركة لاستخراج الغاز الطبيعي، هددت برفع سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا، ما زاد المخاوف الاقتصادية. بحسب إحصاءات العام الماضي، بلغت نسبة واردات أوكرانيا للغاز الروسي الطبيعي 72%. أما نسبة الواردات الأوروبية فبلغت 30%، 15% منها تمر عبر أوكرانيا. بعض المحللين يتخوفون من أن تؤدي الأزمة إلى قطع روسيا لأنابيب الغاز إلى أوروبا، علما أن الأخيرة خفضت من نسبة اعتمادها على الغاز الروسي الماري عبر الأراضي الأوكرانية. أوكرانيا بالمقابل زادت صادراتها للغاز متخوفة من ارتفاع محتمل للأسعار.